خصص هذا المبنى الصغير لعلاج آلاف الحالات المرضية الواقعة في مديرية موزع التابعة لمحافظة تعز من الجهة الغربية، لكن الوحدة الصحية ليست مكانا ملائما لاستقبال مثل هذا العدد أو حتى توفير الرعاية الصحية المناسبة وإن كانت في حدها الأدنى. الوحدة الصحية بالعقمة مديرية موزع محافظة تعز، العدد السكاني الزمم السكاني للوحدة الصحية 4330، تشمل عدة قرى اللي هي تقدم الخدمة من الرعاية الصحية التكاملة الأولية، تحصين، تغذية، وإضافة للمجارحة لإصابة الأمومية. يأتي المرضى من عدة عزل وقرى إلى هذا المكان، لكنهم يفتقدون للكثير من الأشياء التي تجعل من هذا المبنى وحدة صحية تقدم خدمات الرعاية الأولية وتجنبهم مشقة السفر إلى المدينة. تتكون الوحدة من 3 غرف ويتم إدارتها من قبل عاملين صحيين وبعض المتعاقدين في خدمات التحصين والتغذية والإسعافات الأولية، وهي خدمات بسيطة، لكن القائمين على المركز يتطلعون لتطوير وضع الوحدة لتتناسب مع حجم المنطقة والعزلة والمرضى المتوافدين. المصاعب اللي تواجهنا، الأسرة ما فيش، العلاجات قليل، ضيقة الوحدة والعلاجات مدهلة، خاصة مع الإسهالات تحتاج توسع المبنى، أسرة، جهاز شافت. رغم ضيق المبنى وضعف التجهيزات، إلا أن الآلاف من سكان القرية والقرى المحيطة يستفيدون من خدمات الوحدة الصحية في ظل انتشار الأوبئة، وكل أمنياتهم لو أن السلطات تستجيب لهذه المطالب.